يا مساء الخير، أنا رهف الزهراني، عمري 17 سنة. أتذكر لما كنت بأولى ابتدائي دخلت المخزن بيتنا وأخذت معي لمبة وسلك، لصقتهم بعض وشبكتهم بالفيش وانفجرت اللمبة. مع هذا الانفجار بدأت أفكاري واحدا تلو الآخر. أنا الآن مخترعة ومؤمنة بأنه داخل عقل كل شخص فينا مخترع ومبتكر ومفكر مبدع، بس محتاج لمساعدة بسيطة مننا. عشان كذا أنا اليوم جايبت لكم طرق بسيطة أنا أستخدمها شخصيا للتفكير، وراح تصحي المفكرين المبدعين اللي بعقولكم. معلش انفجار ثاني. المهم هذا هو دفتري، اكتب فيه كل شيء قدام عيني. اكتب فيه وانا طفشانة، وانا زعلانة، وانا تعبانة، بوقت انتظار. تقريبا اكتب فيه بكل اوقاتي، اكتب فيه كل كلمة عيني تطيح عليها. زي ايش مثلا؟ زي اني انا الحين واقفة على المسرح، قدامي كراسي راح اكتب كلمة كراسي، قدامي مسرح راح اكتب كلمة مسرح، قدامي دفتر راح اكتب كلمة دفتر، قدامي مكيفات راح اكتب كلمة مكيفات، الى ان اجمع كم هائل من الكلمات. طيب تتوقعون انه من هذه الكلمات ممكن اطلع بابتكارات واختراعات منها؟ ايوه ولا لا؟ تمام، راح اغلب اختراعاتي طلعت من هذه الكلمات. طيب ايش راح نسوي بهذه الكلمات؟ اول طريقه ممكن نستفيد منها بهذه الكلمات هي طريقه شبك. شبك راح تشبكون فيها كلمتين او اكثر، وتشوفون هل ممكن اطلع بفكره جديده، بجهاز جديد، هل ممكن اطلع بحاجه تفيد البشريه، بس بشرط تكون الكلمات ما لها علاقه ببعض. ليه؟ عشان اقدر اطلع بحاجه ما حد قد فكر فيها ابدا، ويكون تفكير فعليا خارج الصندوق. طيب زي ايش مثلا؟ انا هنا اخترت كلمة حزام ومنبه وشد عضلي. هو شيء كويس انه ما بينهم اي علاقة. وقتها لما جلست افكر ايش ممكن اطلع شيء جديد من هذه الاشياء، كلمة شد عضلي الهمتني لكلمة انثناء للظهر، فقررت استبدلها. بدل كلمة شد عضلي راح استخدم بدلها كلمة شد انثناء للظهر. طيب جلست افكر، طب ايش ممكن اطلع منه بحاجة جديدة؟ جاب بالي وقتها ليش ما يكون عندنا حزام فيه منبه ينبه الشخص عند انثناء ظهره، وبكذا قدرت اطلع بجهاز بمجرد ان طلعتها من كلماتنا احنا. طيب يا رهف، أنا لما جيت أشبك الكلمات ببعض كان عندي مشكلة، واللي هي نفس هذه الكلمات وظائفها معروفة، يعني ما طلعت بحاجة جديدة. طيب أحب أقول لكم أنه لسه في طريقة ثانية اسمها وظيفة جديدة. إيش راح نسوي بهذه؟ نفس شبك بالضبط، بس الفرق أنه راح تشبكون كلمتين بعض أو أكثر، بس ما راح تستخدمون نفس وظائف هذه الكلمة، راح تستبدلونها بوظائف غيرها. طيب زي إيش؟ عندنا كلمة نظارة وقراءة. من المتعارف عندنا كلنا إن النظارة تساعد الشخص على القراءة، بس ماذا لو كانت النظارة هي اللي تقرأ؟ تقرأ للمكفوفين، تقرأ للأميين، تقرأ للأطفال. هنا قدرت أساعد فئة من المجتمع بمجرد أني طلعت فكرة من كلماتنا إحنا. طيب يا رهف، أنا جربت الطريقة الأولى، جربت الطريقة الثانية وما طلع معي شيء، أتوقع المبتكر اللي بعقلي ما يبي يطلع. طب أصبر، لسه عندي طريقة أخيرة، واللي هي طريقة سلبيات إيجابيات. أحب أشكر ماما على إنها ألهمتني لهذه الطريقة. عارفين ليه؟ لأنه كل ما أجي لماما أقول لها يا ماما صباعي عورني من جوالك، طب ماما ركبتي تعورني برضو من جوالك، طيب ماما تربطني عورني برضو من جوالك. اوكي ترى جوالي غالي وعزيز على قلبي، ما ارضى يصير هذا كله من سببه. جلست افكر
طب كيف أخلي جوالي كله إيجابيات؟ كيف أقنع ماما أنه الجوال ما له دخل أبدا؟ طيب جلست أفكر، بحثت إيش السبب اللي يخلي هذه الأمراض كلها تجيني بسبب الجوال. بعد بحث استنتجت أنه هي بسبب الموجات الكهرومغناطيسية. طيب هذه الموجات الضارة ليه ما تكون مفيدة لنا؟ طب أساسا هي ضارة، كيف راح تخلينا مفيدة لنا؟ طب أصبروا، ليه ما يكون عندنا كبر للجوال يسحب الموجات الضارة وتتحول إلى كهرباء ونستفيد منها لشحن بطارياتنا؟ هنا قدرت من سلبية من جوالات، من كلمة جوالاتنا، إن إحنا نقدر نطلع منها إيجابية، وتقدرون بعدها تتفاهمون مع أمهاتكم إنه الجوال ما له دخل أبدا، أو إنكم تتفاهمون مع بطارياتكم إنه ما تخلص أبدا. أحب أشكر ماما مرة ثانية لأنه هذا الابتكار وصل لمرحلة التمويل، وقريبا رح ينزل للسوق، تقدرون كلكم تشترونه وتحلون مشاكلكم. طيب لو ناخذ مثال ثاني عن هذه الطريقة، تاخذون كلمة تفرزونها لسلبيات إيجابيات، تشوفون هذه السلبية يمديني أنا أحلها، يمديني أحولها لإيجابية ولا لا. طيب مثلا عندي كلمة كرسي المقعدي، إيجابياته أنه هو كويس، يساعد المقعد على التنقل من مكان إلى آخر. طيب ليه ما يكون هذا الكرسي يساعد المقعد على ممارسة الرياضة؟ طيب هنا قدرت أطلع مشكلة أقدر أحلها ودور لها آليات تنفيذ وعمل إلى آخره. من وين؟ من كلماتنا إحنا. طيب أصدقائي المفكرين، أبيكم تطبقون هذه الطرق مع أنفسكم، مع أصدقائكم، مع أطفالكم، مع أي أحد في الحياة، بس ساعدوا المفكرين اللي بمخكم. أبيكم تدخلون تويتري، صوروا، طلعوا جوالاتكم وصوروا في تغريدة مثبتة مكتوب فيها ابدأ من هنا. أبيكم كلكم تكتبون تحتها الكلمات اللي أنتم شايفينها قدام عينكم، وتكون بداية المفكرين اللي بعقلكم من تحت هذه التغريدة. بعد لكم لما 10، 1 2 3 4 5، طلعوا جوالاتكم، 6 7 8 9. طيب إذا جربتوا طبقون هذه الطرق، ما رح أقول لكم إنكم رح تطلعون بفكرة عظيمة من أول مرة. جربوا مرة، مرتين، 3 10 100، رح تطلعون بفكرة عظيمة جدا. اهتموا بهذه الأفكار، لا تهمشونها أبدا، حاولوا تنفذونها بشتى الطرق. ليه؟ لأنه هذه الطرق هي اللي رح تبني هذا البلد، هذه الطرق هي اللي رح تفيد البشرية، هذه الطرق هي اللي تروح توصلكم للشخص اللي أنتوا تبونه. ليه؟ لأنه الإبداع هو اللي راح يوصلني للطريق والمكان اللي أنا أتخيل نفسي فيه. أخيراً أبي أقول لكم شيء، قبل سنة بالضبط كنت أتخيل نفسي واقفة على مسرح تيد إكس وأحس إنه حاجة عظيمة، بس قدرت أوقف أخيراً وأجيب لكم فكرة تستحق الانتشار. قبل 3 سنوات كمان كنت أتخيل نفسي أكون مخترعة وأحسها حاجة صعبة جدا، بس أبدا مو مستحيلة. ليه؟ لأن تخيلت رهف المخترعة قدامي، قدرت أوصل لهذا الهدف وأكثر. الأخير تخيلوا نفسكم المستقبلية، شوفوا وين راح توديكم. أنا أتخيل نفسي المستقبلية إنه رهف صارت بروفيسورة وإنها ماخذة جائزة نوبل للسلام بهذه الطرق. شكرا لكم.